واحد العيشه كنعيشوا اقسم بالله الا بنادم يبكي علينا. دور منوط من يديهم من رجليهم وخشاو لواحد العصيه من الوسط وتيهزوه من الارض. كيغوت بربي اللي خلقه حتى ولا كيدير كلشي في حوايجه. حقار يعني كيحقر على المساجد. تيعذب فيه قدامي يعني باش انا نفهم الميساج. وانت معاه ودبس معايا وبديت تنسب وتنغوت وخولو حريره في الارض باش يقولوا شربه. وفي رمضان يعني ملي كنشوفوا شي مسؤول تعدى علينا كنبقاو حاقدين. مسجون خصو الرفق خصو المعامله. تبقى القصه ان شاء الله. سامعك ما خوتي. كيدايرين بخير؟ نتمنى من الله تكونوا بخير يا ربي. غبرت عليكم واسمحوا لي كنبعد عليكم قصص الاجرام راكم عارفين والله ما كنقدر كنحاول نخرج منهم باش ما نبقاش نتفكر الماضي وانتم عارفين راه كنسمع النصائح ديالكم فريمون كنسى الماضي باش نعيش حياتي حيت الماضي ملي كنتفكر داكشي اللي داز ما سهلاش عليا الصراحه يعني كيراودني داك الانتقام يعني من دوك الناس اللي اذوني واللي خلوني ندوز هذه المده كامله ديال الحبس يعني ما سهلاش عليا باش ننساهم من اشخاص انا اللي كان عندهم يد في الاذى ديالهم ونتناساهم باش يمكن لي نزيد بحياتي والحمد لله الحمد لله حنا غاديين غاديين كنساو بشويه بشويه قلت لكم في 2007 بزاف علاش لان 2007 الصراحه خمس سنين ما داش سهله دوزت فيها اربعه الحباسات حبس الواد سونترال وطيطه ومكناس بقيت 3 شهور الاولى في اطوار المحاكمه والمشاكل اللي عشت في الوقت ديال الاعتقال ما كانش سهل علاش لان الملف كان قضيه راي عام كانوا مورطين فيها بزاف ديال المسؤولين انتم كتعرفوا الجرأة ديالي خرجت عليا خلاتني زدت 3 سنين ديال الحبس علاش لان كانت عندي غير عامين في الاول وانا ديك العامين وكنت رافضها ولكن من ذكرت الاسماء ودخلت معاهم في الشكايات ضعفت لي العقوبه وخذيت 5 سنين فاش مشيت الحبس العواطف هاد الشده ديال الخمس سنين كانوا دخلوني لواحد الغرفه كيقولوا لها الغابه الكبيره هاد الغرفه ديال الغابه الكبيره تقريبا كتهز اكثر من 90 حتى 120 واحد راه ما تخيلوش الاكتظاظ اللي كنعيشوه يعني كل واحد فينا عنده المساحه ديال 50 سنتيم عرض على متر و70 الماكسيموم بنادم الا كان بارد الوجود ديالو في الحبس ومعروف وديجا عنده سوابق كتقدر ياخذ واحد المساحه ديال متر على متر و70 اللي تيقدر يفرش فيها اربعه الكواش ولا خمسه وتيدير واحد المساحه ديال 70 سنتيم على متر و70 اللي كيقدر ينعس فيها هو ولا بقى له شي شويه ديال المساحه كيقدر يحط فيها الحويجات ديالو لا تخوص ديال الدوش الساك ديال الحوايج الفوطه يعني فريمون راه واحد العيشه كنعيشو اقسم بالله الا بنادم يبكي علينا ورغم ذلك كنصبروا يعني راه ما سهلاش الصراحه انا فاش دخلوني في رمضان ما نكذبش عليك لقيت شي خمسه الناس ولا سته الناس اللي كيصوم اما الغداء راه كيطيب في الوقت ديالو الفطور في الوقت ديالو العشاء في الوقت ديالو الدخاخن ديال الكارو كلشي فاطر يعني راه اش غنقول لكم لا حول ولا قوه فهذيك الوقيته انا كنت كنتخنق يعني بدا كيدخلني لازم وليت كنشوف راسي كل نهار خصني الاكسجين باش نتنفس باش نعيش طبيعي بحالي بحال الناس وكنت ديما كنتشكى من هذه المساله هذه صافي الاداره ديك الساعه قررت باش تحيدني من داك الغرفه وداوني لانفيرميري هاد لانفيرميري عاوتاني كيسكنوا فيه الناس اللي عندهم امراض مزمنه بحال لازم بحال طونسيون بحال القلب تما كيبقاو في الفرميري تيبقاو فهمتيني سيرفايون يعني كيبقاو راه دير لهم البال انا داوني لذاك لانفيرميري عشت فيه يعني لقيت ناس كبار ولقيت ناس بعقلهم يعني لقيت ناس كيصليو جماعتان ودوزت معاهم واحد 20 يوم تقريبا تما دوزتها زوينه الصراحه ما نكذبش عليك وكنت كنخرج انا يعني كنخرج نتمشى مع الدراري هكا ولاد الحومه اللي كيسكنوا في الجناح الليل تحت من لانفيرميري كنقدروا نتمشاو في لاكور اونسومبل وداك الشيء وفي ذاك الوقت فحال اللي الحبس بدا كيتزير شي شويه يعني حتى الناس اللي في هذا الجناح ممنوع عليهم يدخلوا للجناح الاخر والناس اللي في الجناح الاخر ممنوع عليهم يمشيو للجناح الاخر انا كنت بحكم معرفتي للموظفين وكان ذاك الاحترام متبادل بيني وبينهم يعني كانت واحد الثقه تيخلوني نخرج كنمشي من جناح لجناح انا ما عرفتش يعني كنت تلاقيت مع واحد الدراري ولاد الحومه اللي تنعرفو قديم ولكن في الحبس كانت عنده مشاكل معاهم في الوقت اللي انا خرجت نتمشى انا وياه ودخلنا لواحد الجناح اللي ممنوع عليه هو ممنوع عليا حتى انايا تخوا يوقفوني انا بسبب هو يقول لي ممنوع تدخل لهنايا انا اعترضت قلت لهم انا ما عنديش حق تحبسني يعني انا كنخرج كندير البريمونات ديالي ما يمكنش تمنعني انا من اي بلاصه نتمشى فيها وانت ما عطينيش حتى المساحه فين نتمشى يعني راه عادي انك تحتاج على هاد المسائل ولكن الدري اللي معايا لقاو عنده الممنوعات لقاو عنده طرف ديال الحشيش ولقاو عنده موس بقى تيدابز معاهم وشويه دوروه قدامي بقاو عليه بالتصرفيق داروا له المنوط انا ما تقبلتش بديت كنعترض وغوتت يعني قلت لهم انا ما عندكمش حق تكرفصوا عليه دير له مخالفه دير له المنوط دير كاشو ولكن باش تكرفصوا عليه بقاو تصرفقوا فيه وتضربوا قلت لهم ما جاتش صدقت شديت انا وذاك رئيس الحي وذاك رئيس الحي كان عندي معاه ديما المشاكل في عقوبات اخرى فهاد العقوبه هذه اللي فهمتيني بحال اللي بغى يحيي معايا ديك المشاكل
وانا ما لقانيش من الهاكدين الصراحه يعني انا نوضت معاه ودبس معاه يعني انا راه درت شي بركه معاه ودخلوا الموظفين وداكشي ولكن فاش جا المدير صافي تما انا ما شعرتش حتى ضربت لقيت راسي دخلت في واحد الشرجم ديال الزاج ديال الاداره وبديت تنسب وتنغوت وكنعترض يعني فريمون تنقول لهم انا هذا السيد ما خصوش يكون معنا في المسلسل لانه حقار يعني كيحقر على المساجد ما تقبلوهاش مني شدوني انا داروا لي المينو داوني لواحد البلاصه وبقاو حاطيني فيها تما تبرت في الاشياء رجعوني لبلاصتي لقيت اللي رجعت لبلاصتي انا جالس في لقيته ديال الفطور جالس كنفطر كنسمع الغوات وكنسمع الياس كنسمع الغوات والسميه ديالي انا جاني الفضول يعني بغيت نعرف شكون هذا اللي كيغوت بالسميه ديالي وكيغوت يعني كيتعذب مشيت وقفت في الباب كيبان لي داك الدري اللي كنت خارج كنتمشى انا وياه قلت له الدري اللي معايا قلت له شنو هادشي دابا راه ما يمكنش قال لي اخي انت تشوف انا تبقيت كندق في الباب يعني علاش كتعداو عليه يعني المشكل تحل درتو لنا لي مينوط فرقتونا درتو لنا مخالفات كل واحد صيفطو لبلاصتو علاش مشيتو خرجتو هو وانا قلت زعما راه غيجيو عندي حتى انا اوتوماتيك قلت ارى نوض المشاكل قبل ما يجيو عندي باش يعرفوا بان راه هادشي اللي كيديروه ماشي هو هذاك بديت كندق في الباب طلعوا عندي قالوا لي الياس ديها في راسك قلت لهم يمكنش نديها في راسي واش هاد السيد هذا كتعداو عليه واش غادي نسكتوا على هادشي راه ما يمكنش نسكتوا عليه يعني راه خصك دير معاه مخالفه ماشي تضربوا ويقول المدير هبطوتها قالوا لي عطينا يدك نديروا لك المينوط وبقيت كندابز معاهم على داك المينوط باش ما نديروش والو بقاو معايا حتى طلع رئيس المعقل قال لي اخي الياس دابا راه ما يبقى والو دير المينوط وغتهبط يهضر معاك المدير وغتطلع فحالك ايفيكتيفمون داكشي اللي درت المينوط وهبطت معاهم يعني ما قاسني حتى واحد الصراحه وقفت قدام المدير ما بغاش يهضر معايا تيعذب فيه قدامي يعني باش انا نفهم الميساج شنقول لك راه داروا له المينوط من يدو من رجلي انا هذا هو اللي خلاني زعما يعني سخطت يعني فريمون كنت غندخل معاهم في مشاكل كبار يعني كنت غندخل معاهم في شكايات سيرتو ملي كتشوف بحال هذا الظلم ما كتقدرش تصبر داروا له المينوط من يديه ومن رجليه وخشاو له واحد العصيه من الوسط وتيهزوه من الارض كيغوت بربي اللي خلقو حتى ولا كيدير كلشي في حوايجو سالو حلو واحد لانجار ديال واد الحار حلو له الغطايه ديالو خشاو النص ديالو ضربوا حتى لهنايا وخولو حريره في الارض تيقول له شربه وفي رمضان يعني ولابسين الكيطمات ومدير لابس جلابه يعني راه حشوم انا ما تقبلتش هادشي يعني انا بقيت كنهدد باسلوب الهضره ديالي هما عارفين عندي محاكمه يعني ما كانوش يقدروا يديروا معايا حتى شي حاجه عارفين بان الجرائد كتكتب المشاكل اللي عندي عارفين بان باقي عندي محاكمه عارفين بان عندي محامي تابعني يعني فريمون ما قدروش هما يطبقوا معايا هذا القانون اللي طبقوا معاه هو مسكين راه عنده تهمه ديال الروح ومحاوله القتل جبونس وعارفين بانه ما غيهضر عليه حد وبقيت كنغوت يعني نوضت معاهم المشاكل تدخلني المدير وبدا يهضر معايا قال لي اخويا الياس اسمعني نقول لك انت ما اديناكش ما قربنا لكش وقرناك هذاك السيد راه ديما كيدير لنا كار راه ديما تيسب الموظفين راه ديما تيدابز معاهم وحنا ديما صابرين ليه ورجع الوقت باش ياخذ حقه حتى هو قلت له ماشي بهذه الدرجه استاذ قال لي استاذ قال لي الياس شوف الله ديالك قال لي عندك مده ديال المحاكمه غتكملها وغتمشي فحالك يعني بلا ما تبدا معنا المشاكل شفت عيد قلت له انا ما غنسكتش على هذا الشيء هذا الشيء اللي دار قدامي يعني راه ضروري ما نكتب شي كيس سيد وكيل عام وغنعاودو هذا الشيء قال لي اخي الياس انت حر دير اللي بغيتي مشيت فحالي للغرفه درت خمسة شكايات كتبت واحدة لوزير العدل واحدة لوكيل العام واحدة لديوان المظالم ودرت واحدة للسيد وكيل الملك وواحدة للمندوبية فاتهم اليوم الصباح ما شدوهم من عندي قالوا لي الياس انت راك تدخل في مشاكل انت بعيد عليها ما قاصك حتى شي واحد قلت لهم راه ما يمكنش يعني راه المشكل كنت فيه انا وياه وتعديته له هو تطبقوا معاه القانون ما كنتش غادي نهضر وما نكذبش عليك شدوا الشكاية وقالوا لي راه صيفطناها ولكن راه ما صيفطوها ما والو علاش عطيت النسخ منهم عطيتهم المحامي ديالي فاش مشيت صوت المحكمه لقاهم بانهم ما صيفطوهمش وانا ديك الساعه عندي المحاكمه وقربت نتحكم باش غادي نمشي للسونترال وبقات هكا حتى مشيت للسونترال حتى جابوا مسكين داك الدري اللي عندي اقسم بالله شي فاش جا عندي للسونترال وقفت معاه وكتبت له شكايه وعاودت داك الشيء كامل اللي كان وقع بينه وبين الموظفين ودفعتهم للسيد وكيل العام هذا الشيء كله كنديروه يعني ملي كنجيو وكنبداو ننتقدوا المؤسسات السجنيه وكنبقاو ننتقدوا الموظفين وكننتقدوا المدراء ديال السجون راه ما كننتقدوهمش باش ناديوهم راه كننتقدوهم باش يفهموا المعاناه اللي كيسببوا لنا بها بالطريقه المعامله ديالهم يعني غيروا المونتاليتي ديالكم غيروا الطريقه ديال المعامله اقسم بالله العلي العظيم راه التعدد اللي كنتعرضوا ليه داخل المؤسسه راه هو كيزيد يحقدك اكثر كيزيد يخليك ترجع للحبس اكثر علاش ملي كنشوفوا شي مسؤول تعدى علينا كنبقاو حاقدين ولكن ملي كتشوف مسؤول طبق معاك القانون كوم الفو خديتي العقوبه ديالك اللي تستحق وكملتي عقوبتك ومشيتي فحالك كتعرف بانك انت خالف في القانون ولكن ملي كتكون كتخالف القانون وكيجيو مسؤولين كيتكرفصوا عليك وتيتعداو عليك كتولي تشوف بان هذاك الجهاز كله معدي وكله خايب
وهذو هما الاشكالات اللي كنت كنطيح فيهم انا ملي كنوض وكننتقد المؤسسه السجنيه وتنقول لهم الله يرحم لكم الوالدين غيروا من طريقه المعامله ديالكم. فريمون الانسانيه هي اللي غتقدر توصلنا لذاك الشيء اللي بغينا باش نحدوا من الاختطاط ديال المساجد. المسجون خصو الرفق، خصو المعامله. نتمنى من الله هذه القصة تكون نالت الإعجاب ديالكم. عاودت لكم شوية من بزاف، غنحاول نرجع لكم القصص، ولكن كل مرة ما غنطلعش كل يومين نعاود لكم قصة، وإنما غنغبر عليكم شوية عاد نعاود لكم قصة. نتمنى من الله تنال الإعجاب ديالكم، تنبغيكم بزاف، زيدوا تابعوني الخوت، تنبغيكم بزاف. غنزيدوا نصبروا إن شاء الله، ما بقى لنا والو في لوديس، إن شاء الله نقدروا نخرجوا نعيشوا حياتنا بشكل طبيعي. خصنا ناخذوا الحيط أو الحذر، هذه ضروري. بلا ما نوصيكم على هذه المساله هذه، تنبغيكم بزاف، وانا ما تخافوش عليا واخا كنغبر، راني كنحاول نركز في حياتي وكنحاول ننسى الماضي ونبدا حياه جديده. دعوا لي بالتيسير، وانا بدوري كندعي لكم بالتيسير، وتنبغيكم بزاف. تهلاو في راسكم، مع اخوكم الياس قراري.